عرض عسكري مهيب للحشد الشعبي في الذكرى الثامنة لتأسيسه، فهل هي رسائل القوة والشرعية؟ البرلمان يلتئم لبحث الاعتداء التركي على دهوك، والخارجية تتحرك لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن وطرد سفير أنقرة جراء القصف التركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام. لا شك أن ما حدث في الاستعراض اللي نظمته هيئة الحشد الشعبي اليوم ما يخلو من الرسائل المهمة اللي يبعثها الحشد إلى أعدائه وحلفائه على حد سواء. وأولى تلك الرسائل كانت إقامة الاستعراض بعد الضغط والمعارضة الشديدة من العديد من الأطراف المرتبطة بطريقة أو بأخرى بالسياسة الأمريكية والخليجية تجاه العراق، حيث أن الحشد أثبت أنه صاحب الكلمة الفصل في النزاعات والجهة الوحيدة التي لا تخضع للضغط والتنازلات مهما كلف الأمر. ومن جهة أخرى أسقط جميع الاحتمالات اللي كانت ترى بأن الحشد مقبل على تفكيك وهيكلة وحل، وأسكت الألسن المطالبة بذلك وقدم نفسه للعالم على أنه ركن أساسي من أركان المؤسسة الأمنية في العراق، ما يقبل الدمج أو التذويب. وبعدها أتت الرسالة الأخرى واللي كان هدفها ومفادها أن الحشد اللي حاول الإعلام الأصفر تصويره على أنه عبارة عن مجاميع غير منظمة وخارجة عن الدولة وليس ذات الحشد الذي على أرض الواقع. أما في الجانب الآخر من حصادنا مشاهدي الأحبة، تجمع الآراء السياسية والشعبية أن العدوان التركي على موقع سياحي في منطقة زاخو بمحافظة دهوك يعد عملا جبانا وغير مسؤول، ويندرج ضمن خانة إراقة دماء الأبرياء، وعلى المجتمع الدولي محاسبة كافة الدول اللي تقوم بالاعتداء على مدنيين أبرياء خارج حدودها الدولية. وبالتالي فإن الحكومة المركزية مطالبة باتخاذ موقف حازم وشجاع إذا هكذا اعتداء، وعدم الاكتفاء بعبارات الاستنكار إنما اتخاذ خطوات جريئة تعيد هيبة الدولة. بالمقابل فإن استخدام الأراضي العراقية ساحة للتصفيات السياسية عمل مرفوض ولا نسمح به أبدا، وعلى الجميع إبعاد العراق عن هذه الصراعات اللي ينجم عنها سقوط أبرياء لا حول لهم ولا قوة. إذا مشاهدينا بحصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هذه التداعيات مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة من معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي معسكر أشرف سابقا. انطلقت اليوم قوات الحشد الشعبي باستعراضها في شمالية ديالة، هذه المحافظة اللي كانت إلها الحظ وأيضا بتطهيرها من دنس الإرهاب على يد أبطال الحشد بعد الخراب اللي طالها. وكما ذكر أحد القيادين في الحشد الشعبي أن الحشد بهذه الإمكانات والمعدات العظيمة هو مفخر لكل العراقيين، بالوقت اللي لم تكن الديانة أو المذهب عائق أمام تقدم هؤلاء الأبطال لتحرير الأراضي اللي اغتصبها داعش. نفتح وياكم مشاهدينا الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. بنموذج لا يتعدى 1% من إمكانياته الحقيقية، استعرض الحشد الشعبي اليوم بحسب ما يقول الخبراء العسكريون، إذ يبين مدى قوة التطور العسكري من جانب، فهو استعراض لهيبة الدولة وقوتها وتمسكهم بالعقيدة والإخلاص لوطنهم من جانب آخر، ليبث رسائل مفادها أن الحشد باق ليحامي عن أرضه في مواجهة أي طارئ يهدد أمن البلد. هناك رسالتين يوجهها هذا الاستعراض للحشد الشعبي في هذا اليوم ومحافظة خاصة ديالة، رسالة داخلية ورسالة خارجية، ردا على ما قامت به تركيا من قصف للأراضي العراقية، فأن هنالك قوة موجودة قادرة أن ترد الصاع لكم صاعين.
فرغم رشق سهام المطالبات الرامية لتشظيهم، الحشد الشعبي أطلق استعراضه اليوم ب400 مقاتلة للكردوس الواحد، معاضدا في ذلك الجيش وبقية التشكيلات الأمنية صفا بصف متوحدين بحضور حكومي ومؤسسات الدولة. وفي ذات الوقت كشف عن جزء من حجم القدرة العسكرية في ترسانة الحشد، بما في ذلك عجلات الأبهر المصنعة محليا. الاستعراض الحشد ما هو إلا رسالة متماسكة مع القوات الأمنية المتعددة وبحضور رئيس السلطة التنفيذية. هذا يعطي أهمية لدور الحشد السابقة والحالية، وبالتالي الرسالة ربما قد تكون رسالة خارجية بمضمون وطني. حينما يدور الحديث عن المآثر والبطولات سيكون الحشد على رأس القائمة، فهذا نتاج لدماء الشهداء والمضحين وعمل جهادي طوال 8 سنوات على ذي كان الحصن الحصين ضد من يحاول المساس بأرضهم وصمام أمان للبلد، إذ لم يكن لقمة سائغة للخلافات السياسية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريم سماحة السيد جبار المعموري القيادي في الحشد الشعبي. حياكم الله سماحة السيد. حياكم الله، سلام حضرتك. عندما نتحدث عن استعراض الحشد الشعبي اللي جرى اليوم، خلينا نرجع إلى الوراء قليلا. أكثر من مرة تأجل هذا الاستعراض، بالتالي لما يجي تنظيمه في هذا اليوم بالتأكيد أنه يحتوي على رسائل كثيرة، ما هي أبرز هذه الرسائل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام جميعا. واقعا اليوم نزف البشرى لشعبنا العراقي بهذا العيد، وهو عيد العراق وعيد العراقيين، وهذا النصر الكبير الذي حققه اليوم بحضور هذه نعبر عنها بالموزايك. يعني اليوم لأول مرة احنا يدخل معنا الجيش والشرطة الاتحادية بالاستعراض، وكذلك القوة التي لا تقهر وهي الحشد، أكثر من 150 ألف منتسب من الحشد الشعبي بهذا النموذج الرائع اليوم يقدم أفضل صورة. ولذلك التوقيت كان توقيتا لأجل أن يتكامل هذا الاستعراض، وعندما تكامل هذا الاستعراض ووصل إلى أوجه من الدقة، والمشاهد اليوم شاهد أنه أولادهم الذين حرروا هذه الأرض بفتوى مرجعهم الإمام السيستاني كانوا الجميع حاضرين ويهتفون بفتوى بصاحب الفتوى في هذا الاستعراض. ولذلك عندما تكاملت هذه القطعات جميعا كان الاستعراض حاضرا وموفقا. طيب، يعني قبل أيام سماحة السيد مر ذكرى تأسيس الحشد الشعبي، الذكرى 8، وبالتالي 8 سنوات ليس بالعمر القليل لقوة ضاربة حررت الأرض. كيف تنظر إلى الحشد بعد هذه الأعوام من التأسيس؟ نعم، الحشد الشعبي الذي وهو كان نتاج عراقي خالص بحت 100% بكل تفاصيله، هب الشعب العراقي جميعا، كانت الفتوى حاضرة أيضا، وهي التي استمد منها العراقيون جميعا التوجيه لأن يكونوا جاهزين بأرواحهم بأنفسهم بأموالهم، وكان الدعم اللوجستي حاضرا أيضا. يعني أنا يعني الدعم اللوجستي لا يقل أهمية عن المقاتل، أنه يعطي الإنسان أمواله، ولذلك أنه حتى في الله سبحانه وتعالى في كتابه قدم الأموال على الأنفس، أموالكم وأنفسكم. ولذلك اليوم أنت من إنسان يجي يقدم ماله في سبيل أن يحرر أرضه وبلده، هذا رائع جدا. كذلك أمهات الشهداء التي تفتخر، عوائل الشهداء قسم قدموا 4-5 شهداء 6 شهداء في الحشد الشعبي. ولذلك اليوم احنا عندنا مرجعية رشيدة عليا مثل سماحة الإمام السيستاني،
وعندنا شعب وفي جدا سخي جدا بالدماء، وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية الأبطال الذين قدموا هذا السخاء، وعندنا هنالك زخم أيضا بنفس القوة وهو الدعم المالي اللوجستي الذي كان أيضا متواجدا. أنت تتصور مثلا النساء مثل تعمل ليل نهار تخبز وتهيئ وجبات غذائية للحشد أن يكون في خط الأول من المقدم في أيام الصحراء. اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريم أستاذ حيدر البرزنشي رئيس مركز ألوان الحوار. حياك الله أستاذ حيدر ضيفا كريما، أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك. سمحت السيد جبار المعموري أشار بأن التأخر في إجراء الاستعراض جاء لي يعني حسب تعبيره أنه اكتمال الموزائيك واختيار بعض الصنوف من الجيش والاتحادية للدخول في هذا الاستعراض المهيب، ناهيك عن الصنوف التي يحتويها أو تحتوي قطاعات الحشد الشعبي. ما الذي يعكسه هذا التنوع في الصنوف العسكرية والمكونات الاجتماعية التي برزت قوتها من خلال هذا الاستعراض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولسماحة السيد ولمتابعي قناتكم الموقرة. أولا دعني أبارك وأهني نفسي والشعب العراقي والمرجعية والشهداء القادة رضوان الله تعالى عليهم هذا الاستعراض المهيب الذي ينطلق من الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. واقع الحال ما حصل اليوم ونحن كنا حاضرين وسماحة السيد أيضا حاضر، شهدنا أمرا مختلفا، يعني كل سنة في الاستعراض نرى شيء مختلف تماما، إذا كان على المستوى التنظيمي وإذا كان على المستوى التنوع الذي تفضلتم به. نعم الحشد الشعبي هذه القوة العقدية الوطنية العراقية متنوعة بأطيافها كردا عربا سنة شيعة من المسيح، وأعتقد التنوع الموجود ما ممكن أن يكون في القوات الأمنية الأخرى. شاركت كراديس من القطاعات الأمنية الأخرى ومن مكافحة الإرهاب والجيش العراقي والشرطة العراقية والشرطة الاتحادية، لهم كل التقدير والاحترام. التأخير أنا قرأت حقيقة اليوم مجموعة من المدونين بدلاً أو الإعلاميين بدلاً أن يشيدوا بهذا المنجز العراقي بدأوا يبحثون بالماء العكر ويتصيدون ببعض القضايا التي لا قيمة لها. هو أمر تنظيمي، والتأخير أنا بحسب معلوماتي بسبب أنه القائد العام هو من طلب التأخير، كان عنده اجتماعات في جدة وموضوع إقليمي خارجي هو الذي جعل الاستعراض يتأخر، وإلا الأخوة في الحشد الشعبي على كامل الجهوزية ويمتلكون المهارة العالية في أن يبدأوا بهذا الاستعراض. وشهدنا وشهد العالم اليوم سواء كان من ناحية الحركات أو من ناحية تنظيم الكراديس والآليات التي استعرضت، هذه أيضا رسالة حقيقة أنه العراق وأبناء الحشد الشعبي مستعدين بأن يكونوا في أي مساحة وفي أي مكان ولا يهابون شيء ولا يخافون عدو. هذه القوة النامية، هذا الفتى الذي امتطى صهوة جواده وأصبح اليوم فارسا يشمر عن ساعديه ويحاول بكل ما أوتي من قوة أن يتكامل شيئا فشيء، هذه النواة، هذه البذرة الحسنة التي طبعا كانت بفتوى المرجعية وبدماء الشهداء القادة رضوان الله عليهم وكل الشهداء الذين ضحوا في هذا الطريق، أعتقد اليوم هناك تكامل كبير. وشكرا لهذه الجهوزية، شكرا لهيئة الحشد، لرئيس الهيئة، لنائب رئيس الهيئة، لكل للإعلام، لمديرية الإعلام التي كان لها الدور الكبير حقيقة في كل المساحات وفي كل التفاصيل. اسمح لي استاذ حيدر انه انتقل سمحت السيد جبار المعموري. سمحت السيد، يعني حضور العمامة وبالإضافة إلى حضور مختلف الطوائف في هذا الاستعراض، كيف تنظر إليه وما هي دلالاته؟ يعني الشيء الملفت اليوم شعبنا مثلا الشاهد نموذج رائع ما موجود في العالم، يعني الشاهد كل المكونات والطوائف العراقية، الشاهد الإعمامة السنية كذلك في كردوسها، وشاهد الإعمامة الشيعية أيضا في كردوسها، وشاهد المسيحيين كانوا حاضرين شباب المحررين الأبطال وكانوا يذكرون شهدائهم وما يقدموه من تضحيات، وشاهد الإيزيديين في كردوسهم الموجود وهذه أمامهم في الشاشة، وأيضا كان أستاذ حيدر أخي
جميع حاضرين يعني شاهدوا هذه اللقطات، وكل الذين شاهدوه ايضا شاهدوا التركمان يعني في كردوسهم، شاهدوا الكرد الفيليين الكرد المحررين ايضا، وشاهدوا سنة وشيعة، وماكو خليط. واول ما يتقدم الكردوس الجميل اللي بيه هو ان يذكر عدد شهدائه، يعني كل من الألوية، كل مجموعة من المجاميع يقول أنا يفتخرون أنا قدمت هالقد مثلا من مئات من الشهداء والجرحى. ولذلك اليوم أنت تشوف الدماء كانت أولا، أنه أول ما يفتخر اللواء بأنه قدم مثلا 400 شهيد للتحرير، أو واحد 500 شهيد، الآخر مثلا 300 شهيد، وكل هذه الدماء الطاهرة يعني أنت تشوف عندما يتقدم مثلا كراديس البصرة. هذه بدلالة المشاركة سمحت السيد، ولكن نعم. دلالة المكان لا ننسى نعم. بأن لها أهمية كبيرة، معسكر الشهيد أبو متضن المحمداوي، معسكر أشرف سابقا، بعد أن كان قاعدة لمنظمة خلق، بالتالي هل أراد الحشد أن يوصل رسالة معينة؟ رائع طبعا من خلال هذا المكان، وأنت مديرة مثل ما يقولون هذه الالتفاتة رائعة. هذا المعسكر كان معسكر يستقبل به صدام والنظام البعثي المهزوم انتهى تماما، ولكن هؤلاء الذين المتبقية الذين يتعكزون بأنه عودتهم أو رجوعهم أو حاولون أن يشوهوا صورة الحشد، أخذنا معسكرهم. هذا المعسكر كان معسكر إرهاب، تدري أنت هذا المعسكر شنو؟ راح أقول لك هذا المعسكر جد 13 العرض مالته يعني امتدان 13 كيلومتر والعمق مالته 9. هذا المعسكر بكل الامكانات من ناحيه من ابنيه والمثقفات والشوارع والاشجار والاحواض والمياه، كانوا الى انابيب ممتده الى هذا المعسكر تاتي من الحاوي من نهر العظيم وغيرها، تسقى سيحان او من 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 من, من الاعلى من جهه المناطق الزراعيه القريبه، وكل هذا كان هذا مسيج كاملا وتحت المراقبه الشديده ايضا للامم المتحده اخيرا وقبلها الامريكان، تحت حمايه خاصه هذا المعسكر. هذا المعسكر الان الابطال اخذوه وسووه قاعده لحشدهم الشعبي، يعني سووه للعراقيين، كان قاعده للارهاب حولوه قاعده لمن؟ قاعده للتحرير، وهو هذا الانتصار. يعني انت اليوم تجد هذا الانتصار الرائع، واحنا كنا انه دائما هؤلاء الاشرار وهم منافقي خلق انه كيف هزمهم الشعب العراقي، كانوا يد الضارب الى صدام، تدري قد قتلوا من عندنا من ادياله؟ بس من ادياله ها عشرات، كل سياره تمشي على الشارع العام تجي سياره من منافقي خلق يصير قباله يضرب صلياته ويكتله بشرعه ويعرق سيارته، ومنطهم اي تعويضات لحد هاي اللحظه، هؤلاء الارهابيين جماعه مريم رجوي لعنه الله عليهم. استاذ حيدر، يعني شلون تقرا لنا ما قاله القائد العام للقوات المسلحه بحق ابناء الحشد الشعبي، واشار سماحه السيد بانك اليوم حضرت الاستعراض؟ نعم، يعني التصريح تقصد حضرتك تصريح قائد عام؟ نعم، واقعا هو طبعا اكيد كل قائد عام كل عراقي يفتخر يعني يعتز بهذه القوه ويعتز بهذا الاستعراض، لانه حقيقة هو هيبة للدولة العراقية، تعطي صورة مغايرة عن الصور التي تحاول أن تنعكس سلبا. يعني مثلا نعطي نموذج، اليوم هناك اعتداء عذرا تركي، عدوانا تركي على العراق، هناك كثير من الدول التي لديها أطماع داخل العراق، عندما ترى هذه القوة، عندما ترى هذا التكامل، عندما ترى هذا النمو على المستوى البنى التحتية، على المستوى البنى البشرية، يعني أقصد كإدارة موارد بشرية، نرى أن هناك يعني حقيقة، رغم أنا هنا أتحدث عن ظلامة الحشد الشعبي، أنه أبناء الحشد الشعبي لم يقارنوا أو لم يتساووا مع أقرانهم في القوات الأمنية الأخرى، تعرف حضرتك، سواء كانوا ناحية التسليح والتجهيز، وإذا كان من ناحية الرواتب والاستحقاقات المالية، لكنهم صابرون، ثابتون، معاهدون، وبالنتيجة من حق قائد عام وكل قائد عام أن يفتخر بهم وأن يعتبرهم نموذج. يعني اليوم هناك قوة جديدة لم تكن يعني حقيقة موجودة، مجموعة من طلبة الكلية العسكرية الدورة الأولى لهيئة الحشد الشعبي، هذا أمر يشعر الإنسان به باعتزاز وفخر، أن هؤلاء ثلة من الطلبة دخلوا إلى الكلية العسكرية وبدأت الهيئة الحشد الشعبي
تنتهج. بالمناسبة من الناحية الإدارية هناك تكامل كبير، يعني أنا حسب اطلاعي مراكز دراسات تكامل في كل النواحي، إذا كان حتى في الجانب الصحي. إذن هي مدعاة للفخر. طيب هذا التكامل دكتور حيدر، هذا التكامل يعني اللي شفناه خلال الاستعراض العسكري، هل يعتبر بأن مهام الحشد الشعبي لم تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية فقط؟ نعم، كانت هناك مديرية الطبابة ومديرية التعليم. مديرية الطبابة كان لها دور في جائحة كورونا، في مساعدة الناس، في إنقاذ كثير من المناطق التي كانت تعاني يعني حقيقة من حتى قضية العوز وتوزيع السلات الغذائية. يعني لاحظ أبناء الحشد الشعبي هم من المجتمع وإلى المجتمع، وقدموا الخدمات الطبية وتعقيم بعض المناطق، وأعتقد حملات كانت حضرتك يمكن متواجدة أيضا بها في السنوات السابقة، كيف كانت تقدم يعني حتى أدوية وعقاقير للناس وتساعد الشعب العراقي. لا تقتصر فقط، هي مجتمعية. وشوف شاهدنا مديرية يعني مديرية العقائد، مديرية مكافحة الفكر المتطرف. بالمناسبة هذه إضافة جديدة، يعني هي لا أقصد جديدة بالتشكيل، هي قديمة لكنها تتطور وتنمو، وهذا بحد ذاته يدل على أن هناك تكامل مجتمعي فكري أيديولوجي، محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب. مديرية الأمن التي لها دور أيضا كبير في مكافحة الجريمة المنظمة، يعني لاحظ الأدوار التي يقوم بها الحشد، أدوار متعددة ومتكاملة كلها تصف في خدمة المجتمع. حتى قضية الطرق والجسور، وشاهدنا أنه كيف كان طبعا ظلم، أنا أعتقد أنه الحشد الشعبي ظلم إعلاميا كثيرا، لا أقصد من منصاتكم الكريمة بل منصات أخرى، لديه دور كبير كان في قضية الفيضانات التي تعرض لها العراق في محافظة البصرة. طيب. عندما كان الشهيد المهندس رضوان الله تعالى عليه. طيب. ولديهم أيضا عمل وجهد هندسي على الحدود العراقية. اليوم عندما يعني كان هناك مشكلة في قضية التفويج، أقصد الحجاج، عبدوا هذه الطرق، وحتى لديهم تعاون مع قوات الحدود. طيب لما تكون هكذا إنجازات أستاذ حيدر، نعم، سمحت السيد، شلون نحافظ على هذه الإنجازات اللي أداها الحشد، وشلون يتجنب الحشد الشعبي مخاطر الانزلاق في الصراعات السياسية والابتعاد عن الأهداف اللي تأسس عن ضوها؟ نعم، جيد. بالنسبة للحشد الشعبي اليوم يقف على مسافة واحدة من الجميع، يعني يحيي سماحة السيد مقتدى الصدر وينظر إليه بأنه ذاك القائد الذي يصلي في كل جمعة، وكان صبورا جدا وانسحب واعتزل العراق لأجل العراقيين، ويحييه ويحييه ويقف إلى جانبه، وكذلك يحيي إلى أي رئيس وزراء يأتي قادم أن يخدم الشعب العراقي. ولذلك هو صمام أمان العراق، يجد مصلحة العراقيين، وهو أيضا تابع القائد العام للقوات المسلحة، يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، لا يذهب إلى جهة معينة دون جهة أخرى، ومصلحة العراق هي مقدمة على الجميع. ثم أن هذا الحشد هو حشد مرجعي، يعني حشد منضبط جدا من ناحية الانضباط العقائدي، بحيث أنه لا تخرج منه كلمة واحدة تفرق هذا الشعب وإنما تجمعه. ليش؟ لأنه مرجعه ومؤسسه هو الإمام السيستاني، وهو يستمد كل الروح المعنوية من هذا الرجل المرجع الكبير الموحد الذي يقول عن العراقيين أنفسنا عن السنة قبل الشيعة، ولذلك وعن الكرد وعن القوميات الأخرى، وهذا المرجع الذي دافع عن الإيزيديين قبل غيرهم وحررهم. فهؤلاء، فهذا الحشد حشده، ولذلك هذا الحشد هو من صميم هذه، من أحضان هذه المرجعية، فهو موحد أيضا. ثم أنه هذه الإيقونة يجب الحفاظ عليها، يجب إبعادها كما تفضلتم عن هذا الصراع المستمر من السلطة. طبعا الصراع المشروع، أنا ما أقصد الشراع السلبي، ولذلك أنه أيا كان أن يأتي إلى السلطة ويكون رئيسا للوزراء فالحشد ينطوي تحت هذه القيادة. نعم، الحشد منضبط من جميع نواحيه بتشكيلاته كله، وهو عراقي خالص من شماله إلى جنوبه، أينما كان هنالك خطرا للعراق وتشخص المصلحة الوطنية القومية الأمنية للعراق على رأسهم القائد العام للقوات، فسيكون الحشد حاضرا في الميدان ويقدم الدماء تلو الدماء من أجل الدفاع عن العراق، كل العراق. أستاذ حيدر، اليوم ونحن نستذكر بطولات الحشد الشعبي لابد وأن نشير إلى أن المناطق والمحافظات التي تم تحريرها بواسطة
بفضل دماء أبناء الحشد الشعبي الشهداء الأحياء خصوصا المحافظات الغربية، ولكن المستغرب أنه لا يزال هنالك من يطالب برحيل الحشد عن هذه المناطق بعد أن حفظها بدمائه وتضحياته، كيف تنظر إلى هذه المطالب؟ الأصيل لا يطالب بالرحيل، الدخيل الذليل الذي يريد أن يقبع تحت هذا الفكر الإرهابي، الفكر الذي جرف هذه المناطق فكريا ومجتمعيا وحاول إنهاء وجودات كبيرة في هذه المناطق، أعتقد هي هذه الأصوات النشاز هي نفسها من كانت وما زالت وسوف تبقى عندما كان الحشد الشعبي المقدس يخوض معارك كبيرة، معارك العزة، معارك التحرير، يتحدث هنا وهناك، هنا ثلاجة فقدت، هنا ما أعرف شنو، أخي دا ننطي دماء. هؤلاء أنا أعتقد هم مفلسون خاسرون، يحاولون أن يسرقوا قوت المجتمع خصوصا في المناطق الغربية، وأن يتحكموا ويستحكموا على رقاب الناس، يجعلون الناس عبيدا تحت وطأتهم وسلطتهم السياسية، لا قيمة لهم، لم يقدموا شيء. تحية إكبار وإجلال لدماء الشهداء التي قدمت من تلك المناطق مع أخوانهم في ساتر واحد وعلى في بندقية واحدة، لم يكن هناك اختلافا بينهم، بل كانوا متعاونين وكان لهم دور. بعض العشائر حقيقة في الأنبار كان لهم دور، عكس بعض العشائر التي خانت وبايعت التنظيمات الإرهابية. بالتالي هؤلاء السياسيين هم نفسهم من كانوا في ساحات الذل والمهانة عندما رفعوا شعارات يعني قادمون يا بغداد، وينعتون النجف الأشرف بنعوت وكربلاء المقدسة بنعوت. هم نفسهم تحولوا، انتزعوا جلدهم، جاءوا في 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 عملية سياسية في صدفة مع الأسف الشديد، مكنوا وحاولوا الآن بهذه الأصوات الناعقة أن يجعلوا الحشد الشعبي. أنا أعتقد ومتيقن لو عملنا استفتاء لأهالي تلك المناطق لوجدناهم أكثر التساقا وحبا بالحشد الشعبي. وانطي نموذج هنا في مناطق صلاح الدين، يعني كان هناك نفس الدعوات ونفس القضية، لكن خرجوا الناس في الإعلام وتحدثوا، وشيوخ عشائر جاءوا وطرقوا أبواب أبناء الحشد الشعبي سواء كان باللواء 41 42 43 في تلك المناطق حسب الجغرافيا، قالوا لن نقبل أن تخرج هذه الألوية الحشد الشعبي حتى في الموصل وبالأنبار كذلك. إذن طيب لا قيمة لهؤلاء. تتفضل البقاء معي أستاذ حيدر البرزنشي، وفي هذا نتقدم الشكر الجزيل سماحة السيد جبار المعموري القيادي في الحشد الشعبي لإثرائه الحوار في هذا الملف. شكرا جزيلا سماحة السيد. نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. البرلمان يلتئم لبحث الاعتداء التركي على دهوك، والخارجية تتحرك لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن وطرد سفير أنقرة جراء القصف التركي. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. ملفنا الثاني للبحث في تداعيات الاعتداء التركي والسبل الممكنة لإيقاف مسلسل الانتهاكات التركية. عقد مجلس النواب جلسة الطارئة اليوم السبت بحضور نيابي كبير وباستضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة، ناقشوا مخرجات الجلسة. ظهرت أنه متابعة قضية القصف واستخدام القائم بالأعمال العراقية في أنقرة إلى بغداد، فضلاً عن التوجه نحو المحافل الدولية لإدانة الفعل والفاعل. إذن خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف بعد مشاهدة تقرير الزميل علي حبيب. بحضور 242 نائبا عقد مجلس النواب جلسته الاستثنائية لمناقشة الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف منتجعا سياحيا بمحافظة دهوك، وبحضور وزيري الخارجية والدفاع ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لبلورة موقف موحد أزاء هذا التحدي
والبحث في تداعيات هذا الهجوم، خاصة وأن العراق يمتلك كافة الدلائل والقرائن التي تدين تركيا رغم محاولاتها التنصل عن هذا الفعل. نحن أمام موقف مهم جدا، لا بد أن يتبلور باتجاه اتخاذ يعني عقوبات رادعة بحق الجانب التركي من أجل إيقاف مثل هكذا اعتداءات. قد يذهب البعض نتيجة يعني ضخ كبير في العواطف أو نتيجة الشعور بالألم نتيجة يعني بسبب انتهاك الدماء العراقية أو بسبب وفاة أكثر من شخص وطفل وامرأة ورجل في هذه العملية وبالذات الأخيرة وما قبلها، سبب لنا نوع من الضغط الشعبي داخل العراق، وأيضا مطالب مجلس النواب العراقي اليوم أن يتخذ جملة من الإجراءات. ومع تأكيد وزير الخارجية بأن لا تصعيد أمني أو سياسي مع أنقرة وأن بغداد ستذهب إلى باب المفاوضات، يتحدث متتبعين لمشهد هذه التطورات الأخيرة أن أهم ما يمكن أن يصدر من مقررات وتوصيات برلمانية ملزمة للحكومة هو استخدام جميع الأوراق المتاحة والتي تضمن لها ممارسة دورها والقيام بواجباتها الدستورية في تأمين سيادة العراق، وهذا ما دعا إليه نواب الإطار الشيعي. السلاح الاقتصادي أو التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 20 مليار دولار أمريكي. هذا السلاح إذا ما استخدمته الحكومة العراقية للضغط يمكن تحقيق أهداف حقيقية للعراق، وعلى سبيل المثال الحد من هذه الخروقات وكذلك إطلاق حصة العراق المائية. وعلى ذات النسق البرلماني الذي انتهى بتشكيل المجلس لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا، يتحرك العراق أمميا لإدانة تركيا بارتكاب جريمة دولية بعد تقدمه بشكوى عاجلة لدى مجلس الأمن الدولي يطالب فيها بعقد جلسة طارئة للمجلس لبحث اعتداء تركيا وخروج قواتها من العراق واستخدام أراضيه كمنصة للتهديد القومي. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيفي الكريم أستاذ حيدر البرزنشي رئيس مركز ألوان للحوار. حياك الله أستاذ حيدر، ضيفا كريما. وكذلك أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم معي عبر سكايب من تركيا السيد يوسف أغلو المحلل السياسي التركي، حياك الله. أبدأ مع حضرتك أستاذ حيدر، البرلمان اليوم السبت عقد جلسة طارئة، هاي الجلسة يعني كانت بها بعض الخطوات الإجرائية، هل لقرارات البرلمان أهمية تقدرها حضرتك، لا سيما وأن هناك قرار سابق البرلمان بإخراج القوات التركية تحديدا ولكن يبدو أنه سجل على قيد الإهمال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية لجنابك ولضيفك ولمتابعي قناتكم الموقرة. واقعا المؤسسة التشريعية مهما تصدر من قرارات أو قوانين إن لم يكن لها حيز تنفيذ على الواقع، المؤسسة التنفيذية يجب أن تأخذ حقيقة هذه المقررات والقرارات والقوانين على نحو الجدية وتباشر بالعمل بها. لدينا قنوات متعددة، هذا الاعتداء التركي، هذا العدوان التركي المستمر منذ أكثر من 20 عاما، وهناك قصف مستمر للقرى الكردية ويعني بالقهر وبالجبر وقواعد عسكرية طبعا ووجودات عسكرية داخل الأراضي العراقية بدون أي اتفاقية. يعني صرح وزير خارجية كما تعلم حضرتك، وأنا أتحدى من خلال منبركم أن يأتيني أحد باتفاقية مكتوبة أو اتفاقية بين البلدين تسمح للقوات التركية بالدخول إلى الأراضي العراقية. هنا نؤشر هناك نقاط خلل وضعف في الأداء اتجاه الاعتداءات التركية. لو ذهب العراق باتجاه المحافل الدولية واستخدام الورقة الاقتصادية، ليس فقط التركية اليوم تعتدي على أرضنا وعلى حرمة دمائنا، لا، بل هي تقطع الماء وتحاول اللي هو نسبته أكثر من 90% نحن مياه العراقية من تركيا تنبع ومن تركيا تأتي. كل هذه الإجراءات التعسفية تجاه العراق للأسف هذه الحكومة لم تستطع أن تقدم شيء تجاه هذا الأمر. بالنتيجة أنا أعتقد هذه الخطوات التي أجريت اليوم، يعني تسليم مذكرة احتجاج شديدة لهجة، الذهاب باتجاه مجلس الأمن الدولي، هناك جلسة يوم الثلاثاء لمجلس الأمن
عقدت للشكوى التي قدمها العراق، كل هذه الأمور لم تكن سابق موجودة لو لم يكن هناك تظاهرات وضغط جماهيري. طيب. الورقة الاقتصادية أنا أعتقد ورقة مهمة ويجب الحديث عنها ويجب اتخاذ قرارات تجاهها. طيب سيد يوسف، جد ترحاب بحضرتك. لما نتحدث عن تدويل قضية القصف الذي حدث في زاخو، وبالتالي الذهاب إلى مجلس الأمن، هل سيحسم القضية، خصوصا وأن تركيا قد ألقت باللائمة على حزب العمال؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفكم والسادة المشاهدين. بداية الرجاء تسجيل اعتراضي على ما ذكرتموه في تقريركم من أن هنالك قرارات بسبب الاعتداء التركي على زاخو، وهذا أمر فيه اتهام بدون أي أدلة، وتركيا ترفض ذلك جملة وتفصيلا. وزير الخارجية التركي كان واضح في خطابه عندما قال نحن ننأى بذلك ونحن لسنا بهذه الوحشية ولا بهذه الخسة. تركيا لا تهاجم المدنيين الأبرياء، وتركيا تدين هذه العملية الإرهابية التي راح ضحيتها النساء والأطفال. هذا أولا. ثانيا، من خلال كلامك يا سيدي وكلام ضيفك السيد حيدر، هناك الكثير من المغالطات أنا سجلت بعضها، والرجاء أن تعطي الوقت لأرد عليها. تفضل. قضية أن هنالك دائما اعتداء تركي على القرى وعدوان وقصف، هذه اللهجة المتشنجة، هذه اللهجة العدوانية لا تخدم لا العراق ولا مصلحة. يعني تقتل أبناء بلدي وتريدني أسكت يعني؟ ليست دولة عدوة للعراق، تركيا دولة مجاورة. أخي بأي منطق هذا تتحدث أستاذ عزيزي؟ بالنسبة إلى تركيا الشعب تسمعني حضرتك؟ أرجو أن وهنالك الكثير من القواسم المشتركة. ثالثا، يعني ضيفك من ملف إلى ملف يتم ما يسمى العزف على حبال التصعيد، وهذا التصعيد يقول لك مجلس الأمن، وأنت تقول لي هل مجلس الأمن سيكون رادعا؟ يا سيدي، لماذا القوات التركية موجودة في شمال العراق والقوات التركية تحارب منظمة إرهابية اسمها حزب العمال الكردستاني المعترف أمميا بأنه حزب إرهابي؟ أين تحاربها؟ أستاذ يوسف، أين تحاربها؟ إذا سمحت لي، هل العراق ساحة لتصفيات سياسية لدول أخرى؟ في ظل غياب السيادة العراقية، يبدو أن ضيفك ما يسمع الحديث. الشباب على أستاذ حيدر يعني، بل حتى الأمن العراقي أيضا مهدد. ثالثا، يقول ضيفك لا توجد اتفاقيات ملزمة، وأتحدى أحد أن يأتيني بأي اتفاقية تسمح لدخول القوات التركية إلى العراق. سأعطيه فقط المادة رقم 51 من قانون الأمم المتحدة، عليه أن يراجعها. طيب، لا اتفاقية، تفضل اعطيني اتفاقية. أخي الكريم، اسمح لي اسمح لي رجاء، بس اسمح لي. أستاذ حيدر، خلي أقاطعك أستاذ يوسف. التهديدات الإرهابية اللي تفضلت به أنه اتفاقية عام 1984 الثنائية. أخي ماكو اتفاقية، وزير خارجيتنا يقول ماكو اتفاقية، على أي أساس أنت تدعي زوراً؟ اسمع الأستاذ يوسف يسمعنا؟ ماذا يسمعنا الظاهر؟ عزيزي أولاً يوسف. أستاذ حيدر اسمح لي أرجوك، أنه يعني ما يتحدث أستاذ يوسف بأنه عن قضية مهمة جداً، بأنه ماكو قصف تركي على الأراضي العراقية، بالتالي هاي الشهداء أمنياً إجوي، ولما يتحدث أنه لا وجود السيادة العراقية، إن لم توجد السيادة هل قبالتها يكون استباحة للأراضي العراقية؟ أولاً أنا أقول من المعيب أن تستهزئ بدماء العراقيين وبمشاعرهم. اعلم يا أيها الضيف التركي أن العراق لن يسكت، العراقيين لن يسكتوا. هذه محاولة التبريرات ومحاولة تجميل صورة تركيا التي تلطخت بدماء العراقيين. نحن نقر ونعترف ولدينا مسجلة كلها الانتهاكات التركية. أنتم تتذرعون تحت ذريعة وجود حزب العمال الكردستاني. هذه الاتفاقية لا وجود لها بحديث وزير الخارجية العراقي. أنا أتحداك أنت مرة أخرى، هذه الطموحات العثمانية التركية التي تحاول أن تحتل بلدي لن يسمحوا لكم العراقيين. نحن أبناء ثورة العشرين، نحن من دحرنا الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. عليكم أن تحترموا سيادة العراق وأن تفهموا أن حدودكم هي محفوظة من قبل العراقيين، لم نعتدي عليكم، لكن أن تستخدموا هذه الذريعة
وتتدخلوا في الشأن العراقي وتقصفوا أبناء بلدي، عليكم أن تعلموا أن هناك مقاومة عراقية سوف تعلمكم دروسا كبيرة لن تتلقوها سابقا. خلينا نتبع الأستاذ يوسف. سيد أغلو، لما يكون العراق على حد تعبيرك أنه مستباح السيادة، هل يكون هذا مبررا لتركيا لتقصف جوانب معينة ويروح نتيجة هذا القصف في شمال العراق أبرياء ناس سياح من المحافظات العراقية ويقضون نحبهم هناك؟ يا سيدي، أعيد وأقول مرة أخرى الرجاء التركيز على ما أقول وعدم تأويله كما يهول ضيفك إلى معاني أخرى أنا أرفضها بالجملة والتفصيل. بداية، تركيا لا تستبيح سيادة العراق، هذا واحد. ثانيا، لا حضرتك تقول العراق ما عنده سيادة ولا الناس الأبرياء. ثالثا، ضيفك الذي يتكلم بأسلوب عدواني واضح المعاني. أنت قتلت أبناء بلدي، شنو أسلوب عدواني؟ أنت قاتل لأبناء بلدي. يقول لك طموحات عثمانية لاحتلال العراق، هذا ليس بخطاب دولة شقيقة. خطابك لعد خطاب تقتل أبناء بلدي، أنت تريد أحكيك بماذا؟ بأي طريقة يعني؟ من اللي يحسم الأمر؟ مجلس الأمن أيضا طرحت على حضرتك سؤال وما جاوبت. مجلس الأمن يحسم هذا ما دام كان هنالك يعني اتهام وعدوان، وبالتالي تركيا لا تقر بهذا الاتهام. أخيرا، الاحترام يا سيدي لسيادة العراق من خلال التنسيق مع الحكومات المركزية، هذا ديدن تركيا والأجهزة الأمنية والاستخباراتية. السفارة التركية لماذا موجودة في بغداد؟ السفارة العراقية لماذا موجودة في أنقرة؟ هنالك تفاهمات وهنالك تفاهمات مع من؟ هنالك كان الحكومات السابقة تفاهمات يعني مع أي حكومة؟ حكومة الإقليم، حكومة اتحادية. خطاب وزير الخارجية التركي قبل يومين عندما قال نحن جاهزون للتعاون مع الأجهزة الحكومية العراقية لتقصي الحقائق في الحادث الإرهابي الذي استهدف المدنيين في زاخو، وبالتالي تركيا ترحب دائما بالتنسيق المشترك والتعاون المشترك. أما استخدام مفردات العدائية ضد تركيا، أنتم عدوان، أنتم عدو، أنتم الآن بنظر العراقيين جميعا معتدين قاتلين. من راح يكون الفيصل؟ هذا أستاذ أغلو، من اللي راح يكون الفيصل في؟ أعطيك معلومة. أعطينا معلومة وارجع إلى مجلس الأمن، ركز لي على هذه الفقرة. الآن عدد الذين رقتوا في تركيا، الذين الآن يأتون من العراق ويرون بأن تركيا دولة شقيقة، هم يحتلون المرتبة الأولى على سلم الدول العربية. لذلك هذه النظرة العدائية هي نظرة من ضيف فقط. الله نلقنكم درسا لن تنسوه أبدا. هل هو هذا جزاء الإحسان إلا الإحسان الكريم؟ أستاذ حيدر، أنتقل لحضرتك. لما يكون هنالك المسألة هي ليست فوضى، بالتالي مجلس الأمن الدولي هل سيستطيع أن يحسم هذا النزاع بدلا من أن تكون هنالك لجنة تقصي الحقائق ويكون الخصم هو الحكم؟ أستاذ أحمد، حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق لا عقل له. عجيب، يعني إحنا نكذب حكومتنا ووزارة خارجيتنا ووزارة دفاعنا وقادتنا العسكريين، ونكذب حتى السفارة الأمريكية. أنا ما أريد أستشهد بهؤلاء، لكنه حتى السفارة الأمريكية تقول لا تعتدوا لتركيا، ومشخصة ومسجلة ومثبتة. إذا يريد ينكر الواضحات ويبرر لحكومته التي قتلت أبناء بلدي، لن نسمح لهم. مجلس الأمن الدولي نعم هي هيئة أممية من حقها أن تنظر في النزاعات وفي الاعتداءات التي حصلت من قبل العدوان التركي. لدينا استثمار كبير أحادي الجانب مع تركيا، وأنا أدعو من هنا من خلالكم مقاطعة هذه المنتجات التركية. خطاب عدواني، تقتل أبناء بلدي، ولدينا فاجعة كبيرة ودماء سالت وقرى هجرت، وتقول خطاب عدواني. طيب، شو الإجراءات المتخذة أستاذ حيدر من قبل وزارة الخارجية بشأن الخصف التركي؟ هل يمكن ضمان عدم تكرار الانتهاكات؟ كثير من الأحيان يكون هكذا قصف، وبالتالي يتم استدعاء السفير التركي وعلى استكان شاي. أستاذ أحمد، تعرف أنت العراقيين طبيعتهم، وتعرف أبناء الغيارة، أبناء الوسط والجنوب، وحتى أبناء الشمال، الأغلب الأعم من عندهم لن يقبلوا هذه الاعتداءات. نعم، هذه الإجراءات الحكومية التي تكون قد تكون مخجلة، هذه المرة لن نسمح ولن يسمح الشعب العراقي. سوف يقاوم الاحتلال التركي،
وسوف يطرد الأتراك من العراق كما طردهم سابقا. وأقول له بكل صراحة وبكل وضوح، لن تكون لنا معكم لا علاقات دبلوماسية، ولا تكون لكم سفارة هنا، ولا تكون لكم تبادل تجاري، ولا يكون لكم طيران في العراق، وسوف تهدد مصالحكم في كل دول العالم إذا اعتديتم مرة أخرى على العراق وعلى كرامة وسيادة العراق. طيب. هذه رسالة افهمها واعلمها. سيد يوسف أغلو، نتحدث اليوم عن مخرجات اللي طلع بها مجلس النواب العراقي عندما يكون هنالك استدعاء للقائم بالأعمال العراقية في تركيا، ولربما أيضا استدعاء للسفير التركي، وقد يصل الأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. ما الموقف التركي في هكذا حالة؟ يا سيدي، يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع كلام ضيفك السيد حيدر. كلام احترم احترم خطابك واحترم لغتك. نحن عراقيين وصلاء، لسنا مجانين، احترم نفسك. يتكلم عندما يقول بأن احتلال تركي، احتلال تركي وانتم محتلين، فهذا لا يصلح حتى أن يتكلم بهكذا. وأنت تصلح أيها الأمة التي تدافع عن الاحتلال التركي؟ للسادة المشاهدين، لا يقاطعني، تعلم أن يصمت، تعلم الديمقراطية. تعلم أنت كذلك أن تحترم مشاعر وسيادة العراقيين، تعلم وتأدب عندما تجلس أمام العراقي أيها التركي العميل الأردوغاني. ثانياً، قطع العلاقات نقطع العلاقات، من تكونوا أنتم؟ والتصعيد يخدم من؟ هذه نصعد لأنكم لا تحترموا سيادة العراق العدائية ضد تركيا. هذا هو فقط أمر أنتم دعمتم داعش، دعمتم التنظيم الإرهابي، أنتم تتجاوزون على سوريا، تتجاوزون حتى على ليبيا، أخذتم قوات من سوريا وذهبتم بها إلى ليبيا، تتدخلون في الشأن العراقي وتصرحون بصورة دائمة. وأريد أن أذكر هنا هناك ما لا يعلمه الجمهور. أنت لا تسمع. يتصل أردوغان المحتل على رئيس الحكومة العراقي ويبلغه أن السنة في العراق مظلومين. المشاهدين الآن، أنا لم أكمل كلامي بعد. لا تكمل كلامك، تحدث بأدب وتحدث عندما تتحدث مع العراقيين. تتحدث بأدب، أنت معتدي. أما بالنسبة يا سيدي، لما يكون هنالك قطع العلاقات الدبلوماسية، هل هذا في صالح تركيا؟ ترفض رفضا قاطعا كل الاتهامات الموجهة بخصوص استهداف المدنيين، هذا أولا. ثانيا، تركيا تقول للجميع بأن التصعيد، بأن تركيا ليست مستفيدة من هكذا أعمال إرهابية في الداخل العراقي، بالعكس تماما، هذا يؤدي إلى سياسة خلط الأوراق وتعكير الأجواء، ويؤدي إلى حدوث أزمات هي أصلا في غنى عنها. الأمن والاستقرار هو مطلب تركي كما هو أنه مطلب عراقي. ثالثا وأهم نقطة يا سيدي، بأن ما يحدث الآن على الساحة هو ترتيب يصب في مصلحة الآخرين. هنالك من يريد أن يضرب شرخا بين العلاقات التركية العراقية المتنامية، وبالتالي إذا أردت أن تعلم من هو الذي قام بهذا العمل الشنيع واستهداف المدنيين، عليك أن تنظر من هو المستفيد من نتائج هكذا أمور. طيب، لو كانت الأمور بالعكس تماما، لو كانت هذه العمليات وهذا القصف أصبح أو صار في الأراضي التركية، كيف سيكون الوضع برأيك سيد أغلو؟ لا عنتريات يا سيدي، هذه ليست عنتريات، هذا هو الواقع الحقيقي، هو هذا أسلوب تتحدث فيه أرض الواقع. لا، اليوم أمس زكت المقاومة العراقية وجوداتكم في الداخل العراقي بذع الصاروخ وجرات، وسوف لن تنتهي لهذا الحد. ما يجب قوله، تركيا لا تخشى من أحد وتحترم، لا سوف تحترمون وتخشون، والعراق دولة شقيقة والشعب العراقي له كل احترام من قبل الشعب التركي، ولكن هنالك منظمة إرهابية اسمها PKK هي أصل البلاء، وهي موجودة على الأرض العراقية، ويجب التعاون بين كل من تركيا والعراق لمحاربتها عوضا عن توجيه اللوم واستعداء تركيا. سيد حيدر، لما يكون هنالك رد على في الداخل العراقي وليس تجاوز سيادة دولة أخرى، رد في الداخل العراقي، هل من الممكن أن تأتي دولة أخرى وتعترض على ما يحدث؟ ميثاق الأمم المتحدة أستاذ أحمد خول جميع الشعوب التي تتعرض إلى الاحتلال. لا أسف، في ميدانك، في جغرافيتك. اللي أقوله، أقول أنه أشرت إلى أنه هنالك عمليات نفذت. نعم، في الداخل العراقي باشر الداعي بها تركيا. يوم أمس لا، لم تعلن عنها، لأنهم أقل من أن يعلنوا عن هذه الضربات التي توجعهم والتي تستهدف وجوداتهم السرطانية داخل العراق. أنا أقول لضيفك حقيقة،
هو لا يعلم قدرة المقاومة العراقية التي هزت أمريكا التي هي أقوى منهم وجعلتهم ينسحبون حقيقة مدبرين يخافون أن يبقوا في العراق في عام 2011. أما أن تتحدث عن قواتك وعن قدراتك، هذه قواتك وقدراتك استخدمها في ميدان آخر في من يعتدي عليك، نحن لم نعتدي، ابتداء أنتم من اعتديتم وأنتم من لكم وجودات غير قانونية وغير حقيقية لأنها وجودات كارتونية، وسوف تنظر وترى ماذا يمكن أن يفعل العراقيون. أشكرك شكرا جزيلا. سيد حيدر البرزنجي رئيس مركز ألوان للحوار، وشكرا لحضرتك السيد يوسف أوغلو المحلل السياسي التركي، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.